والاعلام بالقصد بيكررها كل شويه، يقول لك هم اصلا بربر. اللي قال كده جاهل، ما هو شبه يعني ايه بربر؟ بربر مش يعني برابره. صدقوا بقى ان لو في جزائريين بيتفرجوا عليا دلوقتي يمكن ما يعرفوش المعلومه دي. بربر نسبه الى بر بن قيس، احد قاده العرب اللي ذهبوا الى هذه المنطقه 1000 سنه قبل الميلاد واستوطنوا هناك ونشا منهم البربر نسبه الى بر بن قيس. وقد حدث، اللي فيكم اتفرج على حلقات الاريوسيه بتاعتي في قناه الناس، عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل ان يفتح مصر جاله وفد من قبائل البربر وقالوا قبائلنا مستعده للدخول في الاسلام وفتح مصر معاك ونبقى في مقدمه الجيوش. فتقلق، قرار خطير مش هو اللي هياخده، لازم امير المؤمنين. فارسلهم الى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينه، فلما سمع منهم بكى وقال هؤلاء ابناء بر بن قيس الذين قال لنا عن احوالهم رسول الله. البربر دول حموا رايه التوحيد، قاتلوا الدوله الرومانيه تحت شعار التوحيد 200 سنه واقاموا دوله هزمت الدوله الرومانيه واستولوا على اسطول الدوله الرومانيه واخذوا اجزاء من ايطاليا في يوم من الايام. البربر دول منهم عارفين مين؟ مين اللي فتح؟ طارق بن زياد اللي فتح الاندلس، دول البربر. اجي انا اسب الناس يقولوا انتوا بربر اصلا؟ يا اخي انت بتقول تبقى بربر عيب.